أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم أطيب التحايا من استديوهات البث الفضائي في جامعة الملك فيصل بالأحساء، وعبر قناة عالي نتابع سوية عدسة الجامعة في حلقتها الثانية. كاميرا البرنامج رافقت معالي مدير الجامعة في جولته على كلية الصيدلة الإكنيليكية، وعادت بالتقرير التالي. قام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي بزيارة إلى كلية الصيدلة الإكلينيكية، يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية. وقد عقد معاليه في مستهل زيارته اجتماعا مع مسؤولي الكلية، ناقش خلاله كافة المحاور التي من شأنها تذليل الصعوبات التي قد تعترض انسيابية التحصيل العلمي في كلية الصيدلة الإكلينيكية، مؤكدا معاليه أنها صرح علمي استثنائي تفاخر الجامعة بعلومه وبحوثه ومخرجاته على الدوام. ثم تجول معاليه في مبنى الكلية واطمأن على سير العمل في قاعات الاختبارات، حيث تبادل الأحاديث الودية التشجيعية مع عدد من الطلاب. بعد ذلك اطلع معاليه على عرض توثيقي عن أنشطة طلاب وطالبات الكلية في عدد من المجالات، من بينها الخدمة المجتمعية والجولات الميدانية الطبية التثقيفية على عدد من مدارس الأحساء. كما شاهد كذلك عرضا توثيقيا حول حفل ختام أنشطة الكلية للعام الدراسي الحالي أقيم في مدرج كلية الطب مؤخرا. ثم قام معاليه بتكريم الطلاب المشاركين في تنظيم ذلك الحفل، حيث التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. الكاميرا خرجت هذه المرة خارج أسوار الجامعة لتقف أمام بوابة جمعية نقاء لمكافحة التدخين، والتي تربطها بالجامعة شراكة مجتمعية، ملامسة حقيقية لما يمكن تسميته السعي الفعلي لجعل المجتمع أكثر نقاء. رافقونا في التقرير التالي. تلتزم الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء قضية هي غاية في الأهمية، حين تحرص ضمن رؤيتها على تأمين حياة سعيدة ملؤها النقاء والصحة والسلامة المجتمع، وحين تعمل بكل جهد ووعي وثقة على تقليل عدد المدخنين للوصول إلى مجتمع خال من التدخين من خلال التركيز على التقارب الإيجابي مع المدخنين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية لحياة نقية، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أعلى معدلات النجاح، هي تؤمن بقدرتها على ذلك، وهي حققت خلال السنوات نشوئها معدلات هامة في تغيير المعادلة، بناء متواضع يقع في محافظة الأحساء كفرع لجمعية تمتد على اتساع المملكة. منذ لحظة دخول المكان يتبدى واضحا للزائر أن هذا الموقع وجد خصيصاً ليكون بمثابة ثورة عقلانية على جنوح كثيرين من أبناء المجتمع وإصرارهم على أذية أنفسهم وكل الذين يحيطون بهم. آفة التدخين هي مشكلة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها هذا المجتمع، يعاني منها العالم بشكل عام، ويعاني أيضاً منها مجتمعنا السعودي. عندنا هناك عدد من الإحصائيات الرسمية، على سبيل المثال يوجد عندنا في المملكة العربية السعودية قرابة 6 ملايين الذين يتعاطون التدخين، سواء من المواطنين أو كذلك من المقيمين. 22,000 يموتون سنويا في المملكة السعودية، في المملكة العربية السعودية، بسبب التدخين، يعني بمعدل تقريبا 62 فردا يوميا. يوجد بين الشباب هناك 45% من الذين يشربون الدخان أعمارهم فوق 15 سنة. بناء ربما خارجه
وعلى مقربة منه ينتشر المدخنون ويمارسون ما يعتقدونه حرية شخصية في إلحاق الأذى بالنفس والروح والجسد. لكن الرهان الذي يأخذه المشرفون على نقاء على أنفسهم والآخرين هو أننا قادرون حقاً على التأثير، والتأثير هنا يأتي علمياً علاجياً للجسد، ويأتي بالنصح والإرشاد فينقي الروح من بذور الهلاك الأكيد. الأساليب مدروسة والأهداف جلية الوضوح. في الأساليب نتابع التالي: يأتينا المراجع، يبدأ المراجع في تسجيل استبانة فيه معلومات، هذه المعلومات تكون خاصة بالجمعية وسرية بحيث أنه لا يطلع عليها أحد غير منسوب الجمعية. بعد الاستمارة يحال إلى طبيب الجمعية، طبيب الجمعية يكشف عليه من ناحية الضغط والسكر وإمكانية العلاج، فيقرر الطبيب إما أن يكون مناسب للعلاج أو غير مناسب. بعدها يحال إلى غرفة العلاج والقياس، يتابع هذا المدخن أو هذا المقلع بعد 6 جلسات، يتصل عليه يتابعه بعد شهر حتى نتأكد أنه قد أقلع من التدخين وأن جسمه قد انتهى من النكوتين ومن شوائب الدخان. وفي الأهداف أن تكون مناطق عمل الجمعية خالية من التدخين، تقليل المدخنين في المجتمع رجالاً ونساءً بنسبة 1% سنوياً، خفض نسبة التدخين في الأماكن العامة بنسبة 15% سنوياً، تحقيق نسبة نجاح في مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين بنسبة لا تقل عن 60% من مراجعي الجمعية. أهداف بالغة الأهمية، والسعي كبير لتحقيقها، ونقاء تسجل حضورها في الموقع وخارجه حين تقصد هي المجمعات بعيادتها المتنقلة لكي تساهم في إصلاح المجتمع ووضعه على لائحة النقاء الكبير. خطوات تستحق الثناء، وجهود مباركة تؤسس حقاً لمجتمع نقي السريرة والمسار. فتعالوا نمد لنقاء الأكفة لكي نؤسس سوية وأجمعين دعوة صادقة من القلب. مجتمع نقي يحتاج قلوب وعزيمة الأنقياء. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في برنامجكم عدسة الجامعة الذي يأتيكم من استديوهات جامعة الملك فيصل. ونتوقف مع زيارة لوفد من معهد الإدارة بالرياض لجامعة الملك فيصل. نيابة عن معالي مدير الجامعة، استقبل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الملحم في مكتبه بالإدارة وفد معهد الإدارة العامة بالرياض، حيث دارت بين الجانبين الأحاديث الودية وبحث سبل التعاون المستقبلية وتدعيم الروابط ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد قام الوفد الزائر بجولة شملت عدة عمادات من بينها استوديوهات إدارة البث الفضائي، وقد رافق الوفد خلال جولته مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ عمر بن عبد الله الصويب، الذي قدم لهم شرحا مفصلا عن مكتسبات الجامعة الحضارية ومنشآت المدينة الجامعية التي روعي في تصميمها التناغم الفريد والانسجام بين تراث الأحساء العمراني الثري والتقدم العلمي المضطرب. نستخدم في عدة شغلة مثلا
ومن مشاركات الجامعة الهامة خلال هذه الحلقة الحضور الفعال لأقسام الطالبات في معرض البيئة الذي أقامته شركة أرامكو في مجمع العثيم. نتابع. شاركت جامعة الملك فيصل في معرض يوم البيئة العالمي لعام 2013 للميلاد تحت شعار أنا أحب بيئتي وسأحميها، الذي نظمته شركة أرامكو السعودية في مجمع العثيم مول بالأحساء. وهذه من البرامج التي نعتز فيها في التثقيف البيئي. نرحب بنائب الرئيس. وقد افتتح نائب الرئيس في شركة أرامكو السعودية لشؤون تشغيل الغاز في المنطقة الجنوبية سعادة المهندس أحمد السعدي فعاليات المعرض بحضور عدد من مسؤولي أرامكو بالمنطقة الشرقية. تهتم أرامكو السعودية بالإضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة في هذا المعرض النوعي الخاص بالبيئة وهي غرفة الأحساء. كما شاركت هيئة الري والصرف وأمانة الأحساء وإدارة التربية والتعليم بالأحساء وبنك الطعام السعودي إطعام، إضافة إلى جامعة الملك فيصل التي تشاركت في إثراء الجناح المخصص لها كلية العلوم الزراعية والأغذية. طبعاً مشاركتي أنا في معرض أرامكو ممكن أنا أقدر أساهم في تنمية، يعني حتى لو شيء بسيط، أو أني أعطي نصائح ممكن تفيد المجتمع، وشيء يعني حلو حق الطلاب وطالبات المرحلة الجامعية. في حين قدمت كلية الآداب النصائح والإرشادات في سلامة الغذاء في منازلنا، والتي تساعد كثيراً في التقليل من حوادث التسمم الغذائي وسلامة الأغذية خلال الرحلات. كما تم استعراض أفضل الطرق لتعقيم الخضروات والفواكه والأخطاء الشائعة أثناء غسيل اليدين، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرة. تناغم حقيقي بين الجامعة ومؤسسات المجتمع في سبيل أن تكون البيئة سليمة كما نحب ونشتهي. أعزائي، منذ ساعات الفجر الأولى خرج فريق البرنامج يحمل العدة والعتاد، والوجهة سوق الخميس. الشمس كانت طفلة ومعنا كبرت على الطريق، رافقونا. 55 65 65 60. رحلة تمتد على قرابة 150 عاماً اصطحبت في متعتها وتنوعها الأجداد، ثم انتقلت للآباء والأحفاد. تاريخ عريق لسوق يعتبرها البعض بدائية من حيث التنظيم والمظهر العام، لكنها في العمق تعتبر من أبرز حواضر التبادل التجاري المصغر على مستوى الهفوف. من يوم ما خلق السوق وأنا أجي أسبوعيا. لا، سوق الخميس قد هالحين أكثر مساحة وأوسع، قبل الناس محصورة، ويمكن يعني الواحد يصير قريب بهذا يوم هذا يكون البيع أكثر. تقريبا سنتين أو 3 سنوات كذا، بس يعني أنا مو من رواد السوق إني أجي كل يوم، بس يعني كهواية كذا. سوق الخميس قبل أجيال كانت سوقا لكل أيام الأسبوع، ثم اختصرت لتكون سوقا تختص بيوم واحد هو يوم الخميس، يوم عطلة الجميع، العائلة بأكملها والمقيمين والوافدين، وأحيانا كثيرة تستقطب السياح والعابرين من كل دول الخليج إلى مدن المملكة. حياكم الله. هل أنتم من رواد السوق بشكل أسبوعي، سوق الخميس والأحساء؟ والله تقريبا يعني كل أسبوع بنكون موجودين هنا. طيب أستاذ أحمد، شو الأصناف اللي دائما تحاولون أنكم تشترونها من سوق الخميس؟ والله دائما بنيجي نشتري الخضروات والفواكه، ونروح برضو قسم اللحوم. زكات طيب عطنا كيف ما نشوفه؟ ها ما نشوفه؟ ما احنا حراج، انا عمي احنا ما عندنا تشيك، التشيك في الوكاله، هم عندنا هنا في الحراج. بقول عليك بس جربه، بس شغله ما عندي باي شق هنا. المشهد العام
صورة للفوضى، لكنها بطريقة ما فوضى غاية في التنظيم والإبداع. السوق في الوقت الحالي استقرت بالقرب من أمانة الأحساء وخلف سوق الخضار، وهي تمتد على مساحة واسعة مفتوحة على التنوع. استقرت أقسامها ربما بحكم المصادفة أو الاتفاق المنطقي بين شاغل السوق على مختلف تخصصاتهم واختلافهم. هذا محايش، هذا سكن، هذا عقف حق النخل، هذا هاون حق القهوة، هذا مرابط حق البقر، هذا سواطير حق الحطب، تكسير الحطب، هذا سخن حق الحراسة الزراعة، هذا صيالة حق الفيران. نبيع زعفران ونبيع أطياب ونبيع عود، والحمد لله رب العالمين. والله أبيع الببغاء اللي هو الهندي، وعندي بعد أنواع من الحمام زي ما تشوف، هذا يعني سعره يوصل 700، إذا يتكلم بعد يوصل 1000. ثم يبدأ الطريق. المدخل الرئيسي يتبع لسوق الخضار المركزي، شاحنات على جانب الطريق تفرغ حمولتها، وبسطات خضار صغيرة احتل أصحابها المكان منذ ليلة البارحة. نصل إلى سوق الطيور الداجنة وطيور الزينة، العصافير بكل أنواعها، يغلب عليها عددا البلبل الحساوي الأنيق بصوته المتميز. بالنسبة للببغاوات لي تقريبا حول 20 سنة، كنت أروض اللي هو الكاسكو الأفريقي، وأنا علمي يتكلم زين، والآن اتجهت إلى الطيور الصغيرة المنتجة طبعا، اللي هي الروز والكروان وطيور الحب. دجاج بلدي وديكة مقاتلة، وديك الرومي يسير بتباه حول زوجات 4، وأرانب وبط وإوز، وعلى مقربة أقفاص لكل أنواع الحمام، وثمة مشترون كثر وعشاق تبادل أيضا في هذه السوق. والله أنا بالنسبة لي يعني أشتري أكثر شيء من الأسواق زين، وأعرض معروضاتي على الإنترنت، وفي زباين لي من جميع مناطق المملكة طبعا يتصلون علي، من القصيم، من الطائف، من الرياض، في تواصل بيننا وفي تبادل خبرات أيضا. وفي أول السوق مزاد علني على بضائع متنوعة، جوالات وعطور، والبائع الذكي يعلن عن بضاعته ولا يقبل لأي مشتر فحصها قبل أن يرسو عليه المزاد بالسعر الأعلى. وكم ترتفع بهذه المرحلة أصوات خيبات الأمل. حظك حظك نصيبك. شرف. مع ما سلم الفلوس انت رقت بطلة تشتغل، ما عاد عندي فيها رقت، انا بس البيت. بسطات متقاربة وبضائع مختلفة وأسعار تنخفض وتعلو بحسب هيئة الزبون. هنا لا رقابة على شيء، ومع ذلك فهذه السوق مفتوحة لكل الطبقات، الأثرياء والفقراء معا، وكل يبحث عن غايته ويصل إليها. بسطات عديدة لكل أنواع العنبر والعود والعطور، وأخرى لأنواع الحبوب والزعفران، وبسطات تتوسط المكان يستعرض فيها شاغلها نحاسيات عتيقة وأدوات زراعية مستعملة وجديدة، ولكل قطعة حكايتها. وثمة بسطات للأحذية والمشايات، وأخرى للأثواب وغيرها من البضائع. وإذا كان السوق المركزي للخضار لا يقفل أبوابه طوال أيام الأسبوع، فإن لبسطات الخضار في سوق الخميس طعماً آخر، فهي متاحة للبيع بالمفرق، في حين يبيع السوق المركزي بضاعته لتجار الجملة عدا بعض الحالات. والله الأصناف يعني تختلف على حسب طلب البيت، مثل عندك الطماط هاي يسمونها بعد المجنونة، وعندك الخيار والجزر والكوسة والباذنجان والخضروات، هذه يعني لا تجد لها البيت ما أشبه ذلك يعني، فالبيت يتطلب يعني أشياء كثيرة. الآن حاليا وقتنا هذا الحين مثل الصيف، جاينا الصيف مقبل، الصيف حار جو، يحتاج مبردات مثل الجاح، مثل البطيخ وأشبه ذلك. والخضار المعروضة على البسطات حديقة مليئة بالألوان الخلابة،
تختلط فيها كل ألوان الطبيعة، والفاكهة تحضر بأسعار هي أقل بكثير من أسعارها في المولات الكبرى، وهي كما يقول الباعة من نتاج الأرض الحسوية، بلا كيماوي ولا بيوت بلاستيكية، خضار من تراب الأرض ومن ري مائها. باعة كثيرون ومن مختلف الأعمار، شيوخ وشباب وحتى الأطفال يبحثون في سوق الخميس عن لقمة العيش، وزوار كثيرون، نساء ورجال وأطفال أيضا، والأصوات ترتفع، والكل يقضي كل خميس ساعات الفجر الأولى يبحث عما يريد، والكل يعود بالذي جاء من أجله. شيء طيب يعني منكم، وما قصرتوا يا شباب، والله يكثر من أمثالكم، بس هذه ترى دعاية لنا، شيء جميل يعني، الله يكثر من أمثالكم وشكرا. سوق الخميس في تنوعه مائدة للجسد، وهو كذلك مائدة للروح، فاقصدوه كل خميس لتسمعوا جيدا كيف يرتفع عاليا صوت الحياة. عدسة الجامعة في حلقتها الثانية انتهت، إلى اللقاء في حلقات قادمة نسلط فيها الضوء على أنشطة الجامعة وأخبارها، ونرحل مع العدسة إلى رحاب المجتمع، مستهدفين تصوير هذا الانسجام الخلاق بين الجامعة والمجتمع. أستودعكم الله وفي أمان الله، أنا عبد الملك الطلحة من إدارة البث الفضائي في جامعة الملك فيصل.